أتمنى أن أقرأ هذا الدعاء سويا، دعاء الاحتجاب للإمام الكاظم عليه السلام من كل مخوف، من كل أمر مخوف، من كل أمر مكروه تكرهه. ولا يوجد هناك أمر نكرهه أكثر اليوم من فيروس كورونا ونخاف منه، فلنحتجب عنه بحجاب الله، بحصن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، على قول رسول الله: اعقل وتوكل. نحن بحمد الله عز وجل عقلنا الأمور، أخذنا كل احترازاتنا الطبية وجاء وقت التوكل على الله. اعقل وتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. توكلت على الحي الذي لا يموت، وتحصنت بذي العزة والجبروت، واستعنت بذي الكبرياء والملكوت. مولاي استسلمت إليك فلا تسلمني، وتوكلت عليك فلا تخذلني، ولجأت إلى ظلك البسيط فلا تطرحني، أنت المطلب وإليك المهرب، تعلم ما أخفي وما أعلن، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأمسك عني اللهم أيدي الظالمين، أيدي الظالمين من الجن والإنس أجمعين، واشفني وعافني يا أرحم الراحمين.